شكرا جزيلا. طبعا سعداء جدا ان اكون موجود في هذا المعرض وفي هذه المناسبة الرسمية والثقافية الكبيرة لاستلام درع التكريم الذي تكرموا ومنحوه لمعهد العالم العربي في باريس، اعترافا من الجميع بأن هذا المعهد قدم الكثير للغة العربية وللثقافة العربية، ولازلنا نحرص باعتباري المدير العام لازلنا نحرص على تطوير مختلف البرامج ومثل هذه المشاركات والاتفاقيات مع الزملاء والشركاء في منطقة الخليج وفي العالم العربي، أكيد هي التي تدعم مثل هذا التوجه. وبهذه المناسبة اسمح لي أن أوجه كلمة شكر خاصة لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي كان أول شخصية يكرمني بتلبية طلب لدعم اللغة العربية فور استلامي لمنصبي في عام 2017. في خلال واحدة من زياراته حدثته عن مركز اللغة العربية فتبرع له بمبلغ ساعدنا في المضي قدما، ولاحقا مركز اللغة العربية في أبوظبي وقعنا معه اتفاقية تعاون كبيرة جدا. فبالتالي نحن هنا كأننا في معهد العالم العربي ينتقل إلى البيت العربي الأكثر كرما مع معهد العالم العربي. هناك دول تبرعت مشكورة للمعهد لكن الإمارات تظل في المقدمة دائما، وبالتالي أنا سعيد جدا أن أكون هنا وأسعد أكثر أن يكون هناك نوع من أنواع التنويع في الاتفاقيات وفي برامج العمل لكي يستطيع المعهد أن يمضي قدما لتعليم اللغة العربية ونشرها في باريس وفي فرنسا وفي أوروبا إن شاء الله.